السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض كريمة البراليني. هاد الكريمة اللي كتستعمل في تحضير العديد من الحلويات، وهي كتباع جاهزة في محلات بيع لوازم الحلويات وفي المتاجر الكبرى، ويمكن لسيدة البيت أنها تحضرها في البيت ديالها بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة وكتقام أرخص. إذن غنحتاجو لهاد الكريمة، أي كريمة البراليني، تقريبا نفس المقياس من المكونين. عندنا اللوز 250 غرام من اللوز، من الأحسن يكون لوز بلدي، وغادي نحتاجو كذلك 250 غرام من السكر الثقيل. بالنسبة لللوز انا مسحته بواحد المنديل باش نزول ديك الغبره اللي كتكون عليه، وغادي ندخلو للفرن. هذا ممكن تحمرو في الفرن او في المقله، خاصو يتحمر مزيان. وانا قلت بان خاصنا اللوز بلدي حيت كيكون شويه ميدم والزيوت ديالو نافعه، ومن الاحسن حيت الا عملنا اللوز الرومي غادي نضطرو نزيدو واحد المعلقه ديال الزيت. اما الا استعملنا اللوز البلدي فغادي نستعملوه غير بوحديته، هو غادي يعطي الزيوت اللي فيه من اللي غادي نطحنوه مع السكر الثقيل. اذا دابا بعد ما حمرت انايا اللوز غادي نعمله في الخلاط. غنزيد له هذاك السكر الثقيل، عملته في الخلاط واللوز مازال سخون باش مني تطحن يعطي كاع الزيوت اللي فيه. غنحاول نطحن اللوز مع السكر الثقيل. بسم الله. اذا مره غنحاول ننزل هذا الخليط. نعاود نسد، هانتوما كيف شفتوا دابا عجين اللوز بدا كيتجمع، ولكن مازال خاصو الخدمة، مازال ما ولاش على شكل كريمة، مازال غادي نعاود نخلط مزيان ونعاود نسد عليه الخلاط ونخليه يتطحن. اذا كيف كتلاحظوا كريمة البراليني وجدات عندنا، هذا هو الشكل ديالها. اذا ملي كنستعملوا كيف لاحظتوا ملي كنستعملوا اللوز البلدي ما كنحتاجوش نزيدوا الزيت النباتيه، هي بوحديتها بالزيوت اللي فيها تتعطينا كريمة البراليني بحال هكا. اما الا استعملتوا اللوز العادي فانتوما غضطروا تزيدوا شويه من الزيت النباتي حسب كميه اللوز اللي نتوما غادي تستعملوا، وممكن تستعملوا معلقه او اكثر عينكم ميزانكم حسب كميه اللوز.